السلام عليكم، معكم المهندس عمر المليجي، وان شاء الله هنكمل سلسله شرح برنامج الايتابس. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات ان احنا عرفنا الجيومتري بتاعه الموديل، بس كنا نسينا حاجه، ان احنا قلنا الكولمز هو بيعرفها بنفسه، يعني هو بيعرف قطعاتها بنفسه، انا ما كريتش قطعاتها، فما عدلتش انا الموديفاير اللي الكود بيقوله عشان موضوع الاستيفنس. فخش على سيكشن بروبرتيز ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشنز، وهتلاقي ان هو عمل مجموعه اف سيكشن 1 سيكشن 2 لحد اف سيكشن 8، دي قطعات الاعمده اللي جوه. فتخش عليها وتبدا تخش تعمل عليها موديفاي. الكود بيقول ان انت الاعمده هتحط موديفاير 0.7، فتيجي عند الانرشا تحط 0.7. طبعا برضو التورشنال بنصفره، لان مش عايزين العمود يشيل تورشن، زي ما هنشوف بعد كده بيحصل تورشن في الزلازل، فاحنا مش عايزين العمود يشيل تورشن عشان يعني انا ما صممش على تورشن. طب اوكي كده تمام. بعد كده انزل هنا كلهم. اوكي يبقى احنا كده عرفنا القطع. نكمل بقى بعد كده تعريف ايه اللودز. نيجي على اللود باترنز، عايزين نبدا بس بمعرفة جرافيتي لودز. فاحنا عندنا الديد لود، ديد دي بنعتبرها احنا دايما بنشتغل ان الديد ده هو الاون ويت، بنحطه لوحده في فلوت كيس وبنعمل السيلف ويت لاير بتاعها ب 1. عندنا ايه كمان ديد لودز؟ عندنا فلور كفر، دي نقعد فلور كفر وبنعمله سوبر ديد. سوبر ديد يعني سوبر امبوزد لود. طبعا انا عندي مش هتفرق كتير، بس عشان يبقى الموضوع متعرف صح، يعني اديشنال ديد لود غير الاون ويت. وسير طبعا السيلف، اهم حاجه السيلف ويت مالتبلاير يكون ب 1، ان هو السيلف ويت مالتبلاير هو الفاكتور اللي هو في اللود كيس يوم حاسب الاون ويت. طبعا انا برضه وانا بشرح بكون متصور ان الى حد ما الناس اللي اشتغلت ايتابس لازم تبقى عندها خلفيه عن الساب، ما ينفعش يخش على طول ايتابس، لان الايتابس بيبقى الى حد ما متخصص في بعض الامور، فما بنقعدش نركز في الحاجات التقليديه، ولكن اهم تركيزنا بيكون على الحاجات المختلفه اللي هي في الزلازل والكلام ده. ادني يورود. بعد كده عندك بعد في دور كفر عندك الوولز، فبقى عندك ديد اللي هو الاون ويت، واثنين تانيين في دور كفر وولز، وعندك ايه اللايف لود. دوس اوكي ماشي. تعرف البلان، دلوقتي انت اخترت البلاطه دي وعملت عليها الاحمال، هيكون احنا دلوقتي قلنا لما يكون في بلاطه جوه بلاطه بياخد سمكها واحمالها، فلو ما حطيتش احمال على البلاطات الصغيره دي هيبقى حمل الحته دي صفر. فانت لازم وانت بتختار بويندو كل ايه؟ كل البلاطات، تعمل اساين شيل لود يونيفورم. اول حاجه اللايف لود، اللايف لود بنجيبه منين؟ لو فتحت الكود بتاع الاحمال صفحه 31 هتلاقي هنا حاجه اسمها جدول الاحمال الحيه للمواد المختلفه. ده هو مبنى سكني، فهناخد الغرفة السكنية بناخدها مثلا 2 كيلو متر بير متر سكوير مثلا، هنحط هنا 2، نعمل ابلاي. حلو. بعد كده عايزين نحط الفلور كفر، طبعا لو دوست اوكي هيطلعك بره، فانا ما بحبش ادوس اوكي عشان بدوس بس ابلاي بحيث اقدر اكمل. طب عايز اروح اختار ده كله تاني، يا اما تختاره بويندو تاني يا اما تدوس بريفيوس سيلكت هنا. الفلور كفر عادة بناخد 1.5 لما لم يذكر يعني خلاف ذلك، فهناخدها 1.5 ندوس اوكي. نيجي بقى لحتة الوولز اللي فيها شوية لعب. احنا دلوقتي
لو انت سوليد سلاب فغالبا بتبقى يعني بتحط تحت كل كاميرا تحت تحت كاميرا تحت كل براد تحت كل حيطه. وان كان برضه ده مش معتاد، مش ده يعني مش معتاد، ده طبعا ده معتاد لكن هو مش شرط ده يحصل. فتعالى كانت الحاله الجنرال للفلات سلاب. الفلات سلاب الكاميرات فيها مش محطوطه، الحيطان فيها مفيش كاميرا يعني الحيطان ما توزع. فعشان تحط الحمام على الايتابس عندك تو اوبشنز، اوبشن دقيق بس طويل شويه، واوبشن يعني بنعمله لو عايزين نخلص شغلنا بسرعه. تعالى نفتح المعماري. ايا كانت الطريقه اللي هتستعملها هتعمل الكلام ده. اول حاجه انك بتعمل لاير منفصله للحيطان ال 25، بترسم يعني تيجي على كل حيطه ترسم فيها خط، خط يمثلها فايا كان. المهم بس يعني انت عايز تمثل طولها، فيعني حتى لو الخط اتحرك شويه يمين شويه شمال مش هتفرق كتير. فهتعمل لير للوولد ال 25 ولايرز للوولد ال 12 وترسم حاجه بالطريقه دي. حلو. طيب بعد كده تخش بقى طريقه من الاثنين، يا اما تخش على الايتابس تدخل الحاجات دي في الدي اكس اف كانها كاميرات بس نفس اللي تدخل الكاميرات، بس تعمل لها سيكشن اسمه دامي سيكشن. يعني ايه دامي سيكشن؟ يعني قطاع كاميرا اللي هو 25 في 70 اعمله قطاع كاميرا سنتي في سنتي. فقطاع كاميرا سنتي في سنتي ده يبقى اصلا ما يقدرش يشيل البلاطه ولا يقدر يبري احمال ولا اي حاجه، فما تحط عليه حمل الحمل الحيطه كانك حاطط حمل على البلاطه. طبعا دي الطريقه الاصح بس دي طريقه بتاخد شويه وقت. الطريقه الثانيه ايه؟ انك بعد ما رسمت ده كده اسحب بره، اعمل ايزوليت اللايرز بتاعت الوول 12 لوحدها الاول واسحبها بره. فزي ما قلنا فصلنا الحيطان ال 12 لوحدها، ونعمل ايه؟ عايزين نسيح احمال الحيطان على كل البلاطه. فبنعمل الكلام ده ازاي؟ فكر احنا دلوقتي محتاجين نجيب وزن كل الحوائط، وبعد ما نجيب وزن كل الحوائط نقسمه على التوتال اريا. فما تقسمه على التوتال اريا تبقى انت هتحط يونيفورم لود او اريا لود على البلاطه. طب انت ازاي تجيب وزن الحيطان؟ تضرب طولها اللي هي التوتال يعني مجموع اطوال الحيطان كلها في ارتفاعها اللي هو ارتفاع الدور في سمكها. احنا دلوقتي شغالين على الحيطان ال 12 دي اول جزء، تضربه في جاما بريكس لو مثلا بناخدها 14 15 16 في الطوب اللي هو الطوب العادي يعني. يبقى انت كده جبت التوتال ريت اوف رولز. تاخد الكراند تقسمها على الاريا بتاعت الماب. فانت جبت كده يونيفورم رود للحيطان ال 12 سم. تكرر نفس الكلام ده للحيطان ال 25 وتقوم مجمعهم مع بعض، وده يبقى طلع يونيفورم رود تحطه على البلاطه. طيب طب دلوقتي احنا عشان نحسب الكلام ده، طبعا تي وول معروفه، اتش وول معروفه ارتفاع الدور، مشكلتنا في ال وول وفي اريا. هنجيب ازاي ال وول؟ عايزين نجيب توتال لينث مره واحده. بنعمل عندنا نسبه اسمها توتال لينث. توتال لينث دي لازم تختار كل مجموعه خطوط يجي لك مجموعه اطوالها مره واحده، بس لازم النسبه دي عباره عن برنامج صغير لازم تعمل له لود جوه الكات. فتعمل ازاي تعمل لها لود؟ اب لود واختارها في المكان اللي انت مسجله فيها لود، قال لك سكسسفلي لودد، اعمل كلوز كده اكتب تي ال اي ان اختصارها، اختار الحيطان دي بويندو بس اوكي. هيطلع لك ايه؟ مجموعة اطوالها. يبقى انت كده عرفت مجموعة اطوالها. طيب عايز تجيب التوتال اريا بتاعت البلاطة من غير الفتحات، افضل طريقة انك تيجي على الدي اكس اف. ده دي اكس اف كان محطوط بس في فتحاته، خلينا يعني مش تفرق يعني هات الدي اكس اف نفسه مش تفرق كتير. هنعمل ازاي الكلام ده؟ عايزين نجيب الاريا بتاعت ده وزاوت الاوبننجز. فهنعمل الامر اريا عايزين نعمل ايه؟ عايزين جوه امر اريا نجمع ونطرح على طول. هنعمل اول حاجه ات اريا ونضيف الاريا بتاعت البلاطه، وبعد كده نعمل ايه؟ سبتراكت اريا ونخصم اريا الفتحات. طب ازاي؟ دوس اد اريا هيقول لك دلوقتي ارسم الاريا اللي انت عايز تضيفها، او دوس اوبجكت بحيث تعمل سيلكت على طول على كل اللاين. تمام كويس جدا. دوس انتر بعد كده سبتراكت اوبجكت واختار اوبجكت، وبعد كده اقعد كليك على هتلاقي حتى بيديها لون مختلف، كليك على كل الفتحات. دوس انتر هتلاقي يقول لك الاريا بكذا والتوتال اريا بكذا. الاريا بكذا دي ده الاريا بتاعت اخر شكل انت اخترته. طب ايه التوتال اريا؟ هي التوتال اريا بتاعت الشكل بعد ما خصم منه كل حاجه. يبقى دي الاريا انت هتستعملها في حسابات الوولز. يبقى احنا كده عرفنا ازاي ممكن نحسب الوولز. سيبك بقى لما جبت احنا دلوقتي جبنا الطول وجبنا الاريا حسبت وجمعت ال 25 على 12 هيطلع لك تقريبا دايما بتطلع في رينج من 4 ل 6 كيلومتر في المتر سكوير بيزد على الاريا ونوع المبنى والكلام ده عشان توزيع الحيطان. فيعني سيبك انها طلعت 5 هنحطها ب 5.
مش عاملين مختارين حاجه، فندوس بريفيوس سيلكت ونعمل ايه الخمسه. يبقى احنا كده عملنا اول حاجه اللي هي ان احنا حطينا الجرافيتي لوز. اول ما تحط الجرافيتي لوز بتتاكد ان كل حاجه تمام، يبقى انت كده خلصت الحاجه اللي على الدور. تعمل ايه؟ نعمل بقى عايزين نكرر الدور، فاختار الدور ده. طبعا لو هيتكرر يعني ممكن يبقى عندك، لو عندك بلانز مختلفه هتدخلك وهتدخل واحد واحد، لكن لو انا عايز اكرر في تيبيكال فلور او حتى هو دور مثلا متكرر في المبنى كله او حاجه، اختار بويندو كل الدور وبعدين على اديت ريبليكيت ستوري. احنا اول دلوقتي كان في ستوري 1، انا اعمل من 2 دوس شيفت لحد 12 كده، واختار من 2 لحد 12 هيكرر فيهم. طبعا الغي علامه الديليت بتاعت اوريجينال اوبجكتس لان انا مش عايز يمسحها، وادوس اوكي. تعالى كده نشوف ال 3 دي ايه، منشأ طلع بكل الادوار جميل جدا. نيجي لحاجه بس قبل ما نكمل اللودز، طبعا المباني العاليه دي اللي هي مثلا 8 9 ادوار 10 ادوار يعني، بنعمل دايما غالبا على لبشه او على مش غالبا هي خوازيق، يعني لبشه لبشه بخوازيق او لبشه عاديه. فاللبشه الخوازيق او لبشه عاديه بتكون سمكها عالي جدا، فتخلي العمود كانه فيكسد مع القعده لان هي بتمنع الروتيشن بتاعه. فلازم تيجي تحت انت على البيز وتختار ده بويندو، تعمل اساين جوينت سترينز وتختار الفيكس، لان هي الديفولت بتاعها ان هو كان بيعملها لوحده هو هنجت. دوس اوكي، افتح 3 دي هتلاقي تحت ايه بقت هنجت او بقت فيكس. نكمل بعد كده بقى الحاجه اللي عليها الدور اللي هي تدخيل احمال الزلازل. حماية الزلازل تدخلها على المبنى بالطريقه، طبعا انا مش هشرح داينامكس بالتفصيل، انا هشرح طريقه تطبيقيه اكتر ما هو انا شرح تفصيلي يعني. عشان تدخل احمال الزلازل بتعمل اربع خطوات. اول خطوه بتعرف حاجه اسمها ريسبونس سبيكتروم، هنشوف ده ايه دلوقتي. تاني حاجه بتخش تعرف حاجه اسمها المودال كيسز، ما برضه هنشوف ده دلوقتي. تالت حاجه بتعرف حاجه اسمها الماس سورس. رابع حاجه بتعرف ريسبونس سبيكتروم لود كيس. تعالى نمسك حاجه حاجه. ايه الريسبونس سبيكتروم ده؟ لو فتحنا الفايل البي دي اف ده هتلاقي شكل كده. الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن علاقه بين التايم والاكسلريشن دي سي اوف تي. ايه الاكم او الماكسيمم اكسلريشن ده عباره عن ايه؟ تخيل انت جبت مبنى وهز يعني زلزال معين، دخلته على المبنى وعملت المبنى ده فايبريشن من الارض، وجيت تقست الريسبونس بتاع المبنى من فوق. طبعا المبنى بيحصل له فايبريشن بويف، فالويف دي رايحه راجعه باكسلريشن، فاخدت المبنى ده اعلى اكسلريشن. تمام كده انت جبت نقطه، وقصاد نفس عشان يعني تجيب التايم ده. ايه التايم؟ التايم ده عباره عن البيريد بتاعت الاستراكشر. ايه البيريد؟ اللي هي الزمن اللي المنشا او اي حاجه بتاخده عشان تعمل وان كومبليت سايكل. ده فانكشن في ايه؟ ده فانكشن في الماس والستيفنس. فانت دلوقتي لو جبت منشا ليه ماس وليه ستيفنس وعملت له فايبريشن تحت زلزال معين، تقدر تحسب له التي بتاعته وتقدر تجيب الماكسيمم ريسبونس بتاعه. تمام، روح غير المنشا يعني غير الام او كي بحيث تغير التي، واعمل الكلام ده تحت نفس الزلزال، هتجيب نقطه ثانيه وهكذا وتقوم جايب نقط كتيره. طيب ابدا بقى غير الزلزال واعمل نفس الكلام ده ثاني، هتجيب كيرف ثاني وهجيب كيرف ثالث، يعني كل كيرف من دول الزلزال. طيب لو عملنا الكلام ده لكل منطقه، هتلاقي مثلا منطقه مثلا القاهره ليها مجموعه زلازل جت قبل كده ليها ريت معين او ليها يعني سترينث معين وفي كل منطقه، وبعد ما رسمت لكل منطقه شويه كيرفات هيعمل كيرف يغطي معظم، يكون ايه يعني طبعا مش عايز بس اخش في التفاصيل، لكن هو الكيرف ده هيكون مثلا زي ما يغطي مثلا 90% من الزلازل اللي جت، لان كده كده هو عمرك ما تقدر تغطي كل حاجه، فانك تغطي 100% هيطلع المبنى عن ايكونوميك جدا. فبنغطي بنسبه معينه يعني 90 95 85 بيز ده يعني الكود مدي مظبط هو الكيرفات بتاعته بالطريقه دي. ففي الاخر الكود مدي كيرف، انت هتبقى عارف التايم بتاعت التايم بيريد بتاعت المنشا وتخش وتجيب الماكسيمم اكسلريشن. الماكسيمم اكسلريشن بتاعت الدور ده، دور بيتحرك يعني، انا بس هحاول اختصر القصه، لو ضربتها في مثل الدور هجيب الفورس بتاعت الدور على المنشا. طيب هل الموضوع بالبساطه دي؟ لا مش بالبساطه دي. ليه؟ لان لما اي حاجه بتيجي تتهز ما بتتهزش بشكل واضح كده، نقدر نجيب بيها التايم بيريد بتاعها. اللي بيحصل ان المنشا بيحصل له فايبريشن بويف، والويف دي ليها مجموعه يعني بتبقى مجموعه ويفز بتتجمع على بعضيها بتديك الشكل الويف الفعلي. الويف المجموعه الويفز دي بنسميها مود شيبس. المود شيبس دي كل مود شيب منهم او كل ويف ليها تايم بيريد معينه للمنشا ده، وهي لما بيجمعوا على بعض بيديك التوتال فايبريشن. طيب جميل. طيب ده معناه ايه؟ يعني معناه ان انا محتاج احسب التايم المود شيبس بتاعت كل منشا او الويف اللي هي
اشكال الحركه بتاعه المنشا او زي ما بنسميها ساعات شيف فاكتورز او شيف فيكتورز او حاجه. وتخش لكل مود شيب تجيب الحمل بتاعه، وبطريقه ما بتجمع الاحمال دي، لان يعني طريقه تجميعها شويه في شويه كومبليكيشنز كده، لان الموضوع مش تجميع على طول، فبتجمعها بطريقه معينه هنشوف في البرنامج. طبعا البرنامج كله بيعمل كل الكلام ده، بتجمعهم، وبعد ما بتجمعهم تبقى انت كده جبت احمال الزلازل الفاين. طيب دلوقتي محتاجين اول حاجه نعملها زي ما قلنا نرسم الريسبونس سبيكترم. طب هو ليه اسمه ريسبونس سبيكترم؟ ريسبونس عشان بيديك الريسبونس بتاع المبنى، وسبيكترم لان هو بيديك الماكسيمم فاليوز. طيب هتلاقي الكود بيديك اربع معادلات، بين كل بين الزيرو والتي بي معادله، بين التي بي والتي سي معادله، بين التي سي والتي دي معادله، وبين التي دي 4 سنتي 4 سكند معادله. طيب هتلاقي المعادله دي تخش عليها تلاقيها ان هي فانكشن في مجموعه فاكتورز. طبعا الفاكتورز بتاثر، هيبقى المنطقه نفسها الزلزاليه، لما المنطقه الزلزاليه تديك جراوند اكسلريشن معين او فايب او يعني زلزال معين، ونوع تربه مؤثر وحاجات في المنشا مؤثره، هنشوف طبعا زي ما بنشوف دلوقتي الكلام. طب تعالى نعرف الفاكتورز المختلفه دي. تعالى ننزل تحت كده. اول حاجه الزون، عشان تجيب الاي جي بيزد على الزون بتاعت المنطقه اللي انت فيها بتخش تجيب جراوند اكسلريشن، يعني قوه زلزال يعني. طب ازاي اول حاجه تعرف الزون؟ تخش على الجدول ده، كل ده كله موجود في الكود. بيزد على المحافظه بتخش تعرف الزون، ومن الزون تجيب الجراوند اكسلريشن. طيب حلو نكمل. طيب التي بي والتي سي والتي دي والاس، هتلاقي الفاكتورز دي كانت في المعادله. التي بي والتي سي والتي دي كانت فاكتورز ليها علاقه يعني موجوده في المعادلات، وهي اللي بتحدد التقسيمات بتاعت الكيرف. فتيجي تخش هنا دي تلاقي فانكشن في ايه؟ فانكشن في نوع التربه. يقول لك عندك سويل كلاس ايه، يعني يقول لك سويل مثلا روك، او توصيف التربه مثلا كتوصيف مثلا تقرير تربه، بيديك التوصيف. بيزعل التوصيف هتعرف تعرف هتعرف تجيب السويل كلاس. بعد ما جبت السويل كلاس تخش على كيرف، هتلاقي كيرفين بيزد على السويل كلاس، بتجيب الاس والتي بي والتي سي والتي دي. طيب بتخش في انهي كيرف؟ قال لك في تايب 1 ده لكل مناطق الجمهوريه ما عدا المناطق الساحليه اللي على البحر المتوسط. طيب وتلاقي تايب 2 اللي هي المناطق اللي في 40 كيلو متر من الساحل، من ساحل البحر المتوسط. فبتخش بيزد على المنطقه وعلى نوع السويل وتجيب الاربعه فاكتورز دول. طيب بعد كده بيخش فاكتور اسمه جاما 1، جاما 1 ده امبورتنس فاكتور. بتلاقي اربع كاتيجوريز للاهميه، كاتيجوري 1 2 3 اند 4. كل ما المنشأ اهميته بتزيد، كل ما انا عايز اديله فاكتور اوف سيفتي اعلى في التصميم، فهتلاقي ان الجاما 1 ده فاكتور بيتضرب في المعادله، فما يتضرب في المعادله الريسبونس بيزيد، فتقدر تصمم على احمال اعلى. فدي الفكره. تلاقي احنا طبعا المنشآت العاديه بتاعتنا الفاكتور بتاعها بواحد. حلو كمل. بنيجي لحاجه اسمها، هتلاقي في المعادله حاجه اسمها ار. ايه الار فاكتور ده؟ من غير ما نخش في تفاصيل يعني مش ضروريه دلوقتي، الفكره كلها ان انا بدل الزلزال عباره عن انرجي. لو انت قدرت يعني فهو انرجي عباره عن فورس اوف ديستنس. طيب لو المنشا، لو انت جبت منشا بستيفنس معينه بيقدر يشيل لحد فورس معينه، كل ما الفورس اللي بالمنشا دي بيقدر يشيلها بتزيد، كل ما الديسبيسمنت بيقل. طيب طب انا عايز اقلل الفورس اللي المنشا بيشيلها عشان اصمم على قطاعات اقل، فممكن اخلي المنشا يحصل فيه ديسبيسمنتس عاليه، او يعني بزود له الدكتيليتي بتاعته، فما زودت الدكتيليتي بتاعته يقدر يحصل له فيه ديفورميشنز عاليه، فاقدر يسحب فورسز اقل. فبعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ديتيلنج وحاجات زي كده. طيب هتلاقي على حسب نوع على حسب نوع الاستاتيكال سيستم اللي بيقاوم الزلازل بيطلع حاجه اسمها الار فاكتور. ايه الار فاكتور ده؟ كل ده رقم انت هتلاقي المعادله بتتقسم على يعني معادله رقم تحت، فكل ما الرقم ده يزيد يعني انت بتقلل فرصه الزلزال اللي انت بتصمم عليها، وفي نفس الوقت محتاج تعمل شويه حاجات في المبنى عشان تقدر تجيب الديسبيسمنتس العاليه، مش لما يوصل ديسبيسمنت معين يقوم مكسور. فاحنا لو بنشتغل على الشير وولز هتلاقي ان الار فاكتور بتاعنا بخمسه، هو الرقم ده. طيب تمام، ده انا تشرح نفس الكلام، يعني الكلام ده لسه مش شغالين عليه دلوقتي، حاجه ثانيه هنتكلم عنها. فالمهم انت كده دلوقتي عرفت كل الفاكتورز اللي تقدر ترسم بيها، او لا ليه كان موجود في المعادله. تمام كده، اطلع لفوق. لقيتها كان موجود في المعادله، ده حاجه اسمها دامبنج فاكتور. طبعا على حسب نوع الماتيريال المنشا بيعمل شويه ديسبيشن للانرجي يعني، فهتلاقي ان احنا لو خرسانه هتلاقي الفاكتور ده بواحد. طيب
سيبنا من الكلام بقى اللي تحت ده. طبعا احنا دلوقتي احنا كده قدرنا نرسم الكيرف. طيب هنرسم الكيرف ده ازاي؟ في كذا طريقه للرسم احنا عايزين ندخلها على البرنامج. انا الطريقه اللي انا بتبعها انا برسمه باكسل شيت، ومن الاكسل شيت ده بقوم واخد الحاجات دي مدخلها جوه الايتابس. طب دي نقطه. طب خلي بالك بس ان احنا دلوقتي زي ما قلنا حسابات الاحمال لازم ماس الضرب في اكسلريشن لكل مود، فيجيب لك الاحمال الزلزال من المود ده وبعد كده بيجمع. طيب خلينا فاكرين الكلمه دي كويس قوي. يبقى احنا دلوقتي عايزين نخش على الاكسل شيت نعمل الكلام ده. هنعمل الكلام ده ازاي؟ ده الاكسل شيت اللي معايا، خش هنا على الاف بيس، تختار الزون على حسب المحافظه. هنا هتلاقي هنا عامل لك كل حاجه، قسمت الزونز والكلام ده، او ترجع للكود سيت تلاقي زون 3 تمام. نوع المنشا تخش تختار نوع المنشا، سير فورس كونكريت، مكان المنشا اللي هو كوستر ولا اقول اذا الناس فاكره قلنا موضوع التي بي والتي سي والتي دي والكلام ده ليه علاقه بالحاجات دي. يعني بص حتى لو غيرت دي هتلاقي دي اللي بتتغير. بعد كده نوع السويل زي مثلا تايب بي، ستراكشرال سيستم اختار انت السيستم اللي عندك، اشير وز هتبقى اذرز. طب الامبورتنس فاكتور قلنا ان في من امبورتنس من 1 ل 4 بتختار انت واحده منهم على حسب المنشا. طيب هتلاقي هنا وبعد كده هنا بدخل الار انت اللي هي كانت بتاعه الديسيبيشن اوف انرجي، وبدخل عدد الادوار. سيبنا من الحاجات التانية دي دلوقتي مش محتاجينها في حاجه. انا عملت الكلام ده، تعالى على الديزاين سبيكترم هتلاقي هو رسم لك الكيرف بتاعك بنقط كتير. فانا هعمل ايه؟ اقوم جاي كده مختار دول كنترول شيفت داون، واعمل كنترول سي، واعمل فتح فايل نوت باد، واعمل كنترول في بحيث دخلت كل الداتا. اعمل فايل سيف از في مثلا ار اس اس تمام. اقفل ده، تعال على الايتابس ديفاين فانكشنز ريسبونس سبيكتر. حلو كده هتيجي هنا تعمل فروم فايل، وفروم فايل اد نيو فانكشن. يجي هو يقول لك اعمل براوز عشان تختار مكان الفانكشن. احنا كنا مسمينها ار اس اس، اكتب ار اس اس، اخترت ليه؟ اعمل اوبن رسمت الكيرف. طبعا لازم تختار بيريود فيرسز فاليو لان احنا بنرسم التايم مع الفاليو بتاعت الريسبونس سبيكتر. في حاجه الفريكونسي، احنا يعني الفريكونسي عكس التايم. فريكونسي نمبر اوف سايكلز بير سكند، والبيريود هي النمبر اوف التايم ريكوايرد تو ميك وان كومبليت سايكل. فاحنا بنشتغل على بيريود فيرسز فاليو زي ما تايم قصاد فاليو. فندوس اوكي. اوكي يبقى احنا كده اول حاجه عرفنا الفانكشن اللي هيحسب اللي هيخش بيها في الكيرف، يعني يخش بالتايم بيريود يخش في الكيرف يحسب الاكسلريشن الماكسيمم. طيب تاني حاجه محتاجين نعرفها الماس اللي هياخده في حساباته، في الماس اللي هياخده هو بيحسب الفورس الزلزال، لان الزلزال بتبقى ماس في اكسلريشن يديك فورس. لو جينا نخش هنا كده نكمل في الكيرف ده في الجدول ده، هتلاقي ان احمال الزلزال بتبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن ديد زائد نسبه من اللايف لود. يعني الحمل اللي موجود وقت الزلزال هو بياخد الديد لود كله وبياخد نسبه من اللايف لود، لان هو بيفترض ان مستحيل يبقى المبنى كله محمل بالزلزال كلايف لود وقت الزلزال. طيب الالفا دي بيزد على ايه؟ بيزد على نوع المنشا. كل ما المنشا بيبقى اهميته اكتر كل ما الفاكتور ده بيزيد، لدرجه ان هو بعض انواع المنشات بياخد اللايف لود كله. فالمبنى السكنيه بتاعتنا بتبقى ديد زائد ربع لايف. طيب حلو، نيجي هنا بقى تعمل ديفاين حاجه اسمها ايه؟ ماس سورس، المكان اللي هيحسب منه الماسز. خش على ماس سورس واعمل موديفاي الغي دول، وانا عايز اقول له يحسب الماس من اللود باترنز اللي انا معرفها، فاعمل سبيسيفاي اللود باترن. هلاقيه فتح لي ده. اي لود كيس ديد احطها بفاكتور 1. طب واللايف قلنا اللايف هنحطه بربع عشان ده مبنى ساكن. وندوس اوكي. ثانية هندوس موديفاي اهو موديفاي ادني اد وندوس اوكي. كده عملنا اول خطوه الفانكشن، ثاني خطوه الماس سورس، ثالث خطوه قلنا عايزين نعرف الطريقه اللي بيحسب بيها الويفز، لان قلنا هو لكل ويف من دول هيخش يحسب لها الريسبونس سبيكترم فاليو بتاعتها. فتعمل ديفاين موديل كيسز هتلاقي واحده متعرفه ادخل عليها هتلاقي حاجه اسمها ايجن
ايجن او ريدز دي حاجه المودل كيس تايب. ايجن وريدز دي طريقه الحسبه بتاعه الويفز، يعني في طرق مختلفه لحسابات الويفز بتاعه الفايبريشن. استعمل اي حاجه تحبها مش تفرق كتير. وهنا كده بس محتاجين نبص على حاجه برضه، انا باكد ان انا ما بشرحش داينامكس فعشان كده بحاول اختصر القصه على قد ما اقدر. دلوقتي الويفز بتاعه الفايبريشن دي لها علاقه بالحركه بتاعه المنشا. يعني ايه؟ كل دور ممكن يتحرك في 6 حركات. يعني ايه؟ الدور يا اما يتحرك في اكس، يا اما في واي، يا اما في زد، يا اما يروتيت اكس ويروتيت واي ويروتيت في زد. فانت لو عندك 12 دور، يعني عندك 12 في 6 عندك 72 نقطه طريقه للتحرك للمنشا. يبقى انا كده عندي 6 نقط ممكن تتحرك. بيبقى عندك موضوع 6 نقط ممكن تتحرك ده بيطلع لك عدد ويفز ممكن تطلع من المنشأ، يعني الويفز المحتملة انها تكون الحركة 72 ويف. بيبقى الويفز كل ما الويف يعني بتبدأ مثلا الويفز بتترتب بطريقة معينة كده، اول ويف بتبقى اعلى بيريد، وطول ما انت نازل البيريد بتاعت الفايبريشن بتاعت الويف عمالة تقل. كل ما البيريد بتقل بيبقى نسبة مشاركتها في الحركة اقل. فالكود بيقول لك هتبدأ برقم اسمه 3 روت ان. يعني ايه 3 روت ان؟ 3 روت ان ده 3 روت ان يعني عدد الويفز، عدد المودز اللي هتبدا بيها في حساباتك في الاول. لو انت بتتكلم في 12 دور يعني 3 روت ان يعني حوالي 11 مود. يبقى اول 11 مود دول هو الكود بيقول لك ان تقريبا اول 11 دول هيبقوا هم المؤثرين جدا في الحركه. يعني لو اهملت الباقي مش هيبقى مشكله. وبعد ما بتحسب في الاخر بتعمل تشيك تتاكد انت يعني المدى الدقه الشغل ده. هنعمل في الاخر نشوف الكلام ده في الاخر. فتيجي هنا في الماكسيمم نمبر اوف مود تكتب 11، ادوس اوكي، عرفنا المودل كيس. تبقى اخر حاجه اللي هي الريسبونس سبيكترم فانكشن، الريسبونس سبيكترم مود كيس. يعني انت عرفت الفانكشن، عرفت هياخد الوزن منين، عرفت الويفز او المود شيبس، فاضل تعرف بقى المكان اللي هيحسب فيه الزلزال نفسه. فتيجي ديفاين لود كيسز، اد نيو كيس، اعمل. طبعا احنا شغالين في الزلزال فبنعمل واحده في اكس وواحده في واي. بنعمل اس بي اي يعني اختصار سبيكتروم اكس، وتخلي الطيب بتاعها ريسبونس سبيكتروم. اعمل اد، هي عباره عن نوع الريسبونس سبيكتروم اكسلريشن، هتعمل في اكس واحده في واي. يو 1 دي اللي هي في اتجاه اكس، والفانكشن اللي هيحسب منها اسمها فانكشن 1 دي اللي انا كنت معرفها له. واعمل لها سكيل فاكتور بتاعها بواحد، وهنعرف الموضوع السكيل فاكتور ده بعدين. طيب بص هنا الماس سورس، وحاسبه منين؟ من الماس سورس اللي احنا معرفينه اللي هو ماس سورس 1. طب المودل كيس هياخدها من المودل اللي احنا شغالين عليها، لان لو كان في كذا واحده ثانيه طريقه حسابات ويفز مختلفه هياخدها منها. وبعد كده بيطلع هنا حاجه اسمها مودل كومبانيشن ميثود. زي ما قلنا هو تجميع تاثير المود شيبس دي على بعضها عشان دي كان فاينل ريزلت ليها كذا طريقه في الحزب. احنا بنستعمل السي كيو سي والاس ار اس اس، دول الطريقتين المستخدمين حاليا. فاخر السي كيو سي تمام. بعد كده تيجي هنا على حاجه اسمها الدايفرام اكسنتريستي. تعال نخش عليها كده. ايه الدايفرام اكسنتريستي ده؟ فروع احنا لو عندنا عارفين الكلام ده، يعني الناس اللي اشتغلت اكيد في ستاتيكال سيستم عارفه. المفروض افضل حاجه تعملها انت في الستاتيكال سيستم بتاع الزلازل ان يبقى السنتر اوف ماس على السنتر اوف ريجيدتي. طيب لو ما بقوش على بعض بيبدا يحصل اختلاف بينهم، فيحصل تورشن، المبنى يلف. طب الكود بيقول لك ان انت لو افترضت فعلا ما فيش اي اكسنتريست يعني اثنين على بعض، هل في الحقيقه مش هيحصل روتيشن؟ لا بيحصل روتيشن برضه. ليه؟ لان تحميل المنشأ نفسه انت شغال في الاناليسيس بتشتغل ان المودل متحمل سيمتريك، لكن في الحقيقه ممكن حته متحمله عن حته. فالكود بيقول لك لازم تصمم على مينيمم اكسنتريستي حتى لو ما عندكش من المودل. المينيمم اكسنتريستي بتاعت الكود المصري بيقول لك 5% من طوله، من طول المنشأ، يعني في كل اتجاه 5% من الطول. فتحط هنا 0.05 اللي هي اكسنتريستي ريشيو 5% من طول المنشأ. دوس اوكي. اوكي. كده عملت بتاعت الاكس. بعد كده تعمل واحده ثانيه. اعمل لها كوبي على طول عشان ما تقعدش تغير، وسميها واي. الحاجه اللي هتغيرها بس ان هي بدل ما بتبقى فيكس هتخليها يو2 في واي وبس. خلصت الكلام ده، دوس اوكي. كده بقى عرفت اللود او اللود كيس بتاعت الزلزال، وعرفنا يعني احنا كده عرفنا الجرافيتي لودز وعرفنا احمال الزلزال. تبقى لينا ان احنا نعرف الويند لودز، ونعرف بعد كده اللود كومبانيشنز اللي الكود بيقول عليها بحيث نجمع ده كله على بعضه عشان نصمم، وبيطلع في الاخر 11 لود كيس اساسيين او 11 لود كومبانيشن اساسيين. فانا في الفيديو ده هتوقف على الشغل بتاع الزلازل،
والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى تكملة الويند لودز مع الكومباينيشنز كلها مرة واحدة. وكده خلصنا الجزء ده. وشكرا والسلام عليكم.